العصر سبق واتكلمنا في حلقات سابقه عن التصميم الجرافيكي وايه هو التصميم الجرافيكي سواء كان معناه لغوي او مادي سبق واتكلمنا برضو قبل كده في حلقه عن العناصر الاساسيه للتصميم والمواد البصريه للتصميم وعرفنا ان العناصر الاساسيه للتصميم اللي لا غنى عنها من خلالها اقدر انشا واخلق اي تصميم اتكلمنا برضو عن التصميم الشعارات واشهر الطرق المستخدمه في تصميم الشعارات سواء كان الجولد ريتيو او الشبكيه اتكلمنا عن نظريه الالوان وايه هي معاني الالوان سواء كان الالوان المضاده او الالوان الاوليه او الثانويه واتكلمنا عن الفرق اللي بين الفيكتور والبكسل الفيكتور اتكلمنا عنه اللي هو من اشهر برامجه المعتمد على مبدا الفيكتور هو برنامج الاليستريتور واتكلمنا عن البكسل وهو من اشهر البرامج اللي بتشتغل على مبدا البكسل هو برنامج الفوتوشوب واتكلمنا عن السمارت اوبجكت هنبتدي يعني النهارده نبدا نس نشرح سلسله دروس تعليميه عن برنامج هو من اشهر برامج الجرافيك على الاطلاق سواء كنت بتشتغل 2D او 3D او ويب ديزاين او حتى الفوتو او ويب ديزاين فبتشتغل بالبرنامج ده لا غنى عنه ده من اشهر برامج شركه ادوبي هو برنامج الفوتوشوب برنامج الفوتوشوب اصداراته كتيره واخر اصدار ليه اللي هو 2015.5 اقدر انزله من بعد السي اس 6 نزل اصدار السي سي اقدر انزله بكرييتف كلاود لذلك هم الاسم بتاعه اطلقوا عليه الادوبي سي سي يعني كرياتيف اختصارا لكرييتف كلاود الادوبي فوتوشوب لازم اعرف الانترفيس بتاعته لازم اعرف القوائم بتاعته لازم اعرف التولز بتاعته وخاصه الانترفيس لازم اعرف بتاعت الانترفيس بتاعته مكونه من ايه ايه اجزائها ازاي اقدر اخفي جزء واقدر اظهر جزء تاني يعني هنبتدي مثلا نفتح برنامج الادوب فوتوشوب مع بعض برنامج في ادي برنامج الادوب فوتوشوب ادي الانترفيس بتاعته دي الواجهه بتاعته مكونة من كذا جزء يمين وشمال بانلز وتولز ومنيو بار واوبشنز بار طب ايه الانترفيس ده لازم اكون عارفها كلها تماما على الاطلاق ليه لان لو اختفى جزء معايا اقدر اجيبه بسهولة واقدر اظهره بسهولة طيب عندي اول جزء من مكونات الانترفيس بتاعتي وهو المنيو بار وهو شريط القوائم شريط القوائم اللي هو بيحتوي على مجموعة من القوائم زي قائمة فايل زي قائمة اديت قائمه ايمج واللاير والتايب وهكذا وانا بعتبر ان اهم قائمه من من القوائم دي هي قائمه ويندو ليه؟ لانها هي القائمه المتحكمه في الانترفيس بتاعتي هي القائمه المتحكمه ليه؟ انا عندي مثلا هي في الويندو بقدر اظهر اللاير البانل بتاع اللاير الكالر اقدر اظهر الكاركتر دي كلها بانلز بتظهر لي في الانترفيس الخاصه بالبرنامج وبالتالي انا بقدر اتحكم اخفي ايه واظهر ايه وايه اللي يختفي فجاه واقدر اظهره منين؟ طيب ده اول جزء من اجزاء الانترفيس وهو المنيو بار، في عندي برضو التول بوكس، التول بوكس اللي هو شريط الادوات، الادوات الخاصه بالبرنامج سواء كان بقى الموف تولز او السليكشن تولز او الكروب او البروش او الجريدينت او التكست ايا كان الاداه دي كلها ادوات شريط الادوات التول بوكس. في عندي الجزء الثالث وهو الاوبشنز بار، الاوبشنز بار ده شريط مهم جدا لان ده من خلاله اقدر من خلاله استخدم الادوات دي افضل استخدام ممكن ليه لان كل اداه من دولت بمجرد ما بضغط عليها بيظهر لي ليها اوبشنز تاني مختلف يعني الموف تولز ظهر لي ليها فيها اوتو سيلكت وشو ترانسفورم وكنترولر وعندي فيه align في الاين في السيلكت ليها اوبشنز تاني وبالتالي انا عشان استخدم الاداه دي كل اداه على حده ليها اوبشنز مختلف اقدر استخدم الاداه افضل استخدام من خلال الاوبشنز بار في عندي البانلز اللي هي النوافذ طيب البانلز ديت بيبقى فيها اوبشنز عن كل موضوع من موضوعات اللي داخل الفوتوشوب يعني عندي مثلا بانل زي الليير عندي بانل زي الادجستمنت اللايبراري الكالر كل بانلز من دولت بتهتم بموضوع معين وباوبشن معين من موضوعات البرنامج طيب هل برضو ده الانترفيس بس لا ده فيه مكونات تانية كمان ايه هي هل الـ الـ الملف العمل اللي انا هشتغل بيه هشتغل بيه فين هشتغل بيه في الجزء الجري الغامق دوت واللي بسميه الورك سبيس اللي هي واجهة البرنامج بتاعي واجهة البرنامج بتاعتي مش هي دي بس انا ممكن اعدلها على حسب استخدامي لو مثلا انا مش عايز التول بوكس هنا ممكن اجيبها على اليمين بعمل لها دراج بضغط كده واسحبها اعمل لها دراج على اليمين تمام ممكن برضو البانلز ديت انا مش محتاجها ان هي تكون مفتوحه انا ممكن اكون عايزها بانلز ايكونز بس مقفوله بس مش لازم تكون بانلز مفتوحه ممكن بالضغط هنا بالسهمين اللي في الاخر بقدر اخفي البانلز بخليها ايكونز بس ايكون ايه وذ نيم بالاسم بتاعها طيب افرض انا عايز الايكونز دي بس بدون اسم وزاويه نيم باجي على الفرق اللي هنا اللي بين القائمتين في بيظهر لي سهم ذو اتجاهين اقدر اضغط كليك واعمل دراج او ريسايز للpanels لحد ما بتظهر عندي ايكون مش كده وبس لا انا ممكن اقدر من هنا من خلال السهم ده اقدر اخلي التولز بتاعتي تبقى اه على عمودين مش على عمود واحد تاني يبقى انا اتكلمت على الورك سبيس بتاعتي ان انا مش عايز مثلا التولز بتاعتي انا مش عايزها هنا اقدر اضغط عليها كليك كده وادرجها يمين تمام ونفس الكلام برضو البانلز انا ما كنتش عايزها لوائح النوافذ بتاعتها تبقى مفتوحه ممكن بالضغط على السهم ده بقدر اخليها ايكونز بس او ممكن ايكون بالنيم بالاسم طيب هل انا مثلا انا حابب ان انا اشتغل على الوكس سبيس دوت حابب ان اشتغل على واجهه البرنامج بالشكل ده طيب. هل انا هعمل الاعدادات دي وهعمل الضبط بتاع الاعدادات دي كلها تاني بمجرد ما ادخل الفوتوشوب بكل مره؟ لا طبعا هنا في في الاوبشنز بار في حاجه في الاخر كده اسمها منيو الورك سبيس الورك سبيس لو ضغطت عليها هلاقي في ورك سبيس اسينشال ورك سبيس 3 دي وجرافيك اند ويب والفوتو والاقي فيها حاجه عندي ريسيت ونيو طيب هل دي بس المكان الوحيد اللي اقدر منه اعمل سيب اعمل سيف لواجهه البرنامج دي خاصه بيا؟ لا اقدر بقدر ارجع للويندو اللي هي الكنترولر قائمه الويندو المتحكمه في الانترفيس وواجهه البرنامج برده عندي فيها الورك سبيس ومن الورك سبيس اقدر اعمل نيو هعمل نيو مثلا هكتب هنا اسم الـ الورك سبيس بتاعي ايا كان الاسم تمام ايه واقول له مثلا اعمل لي كيبورد شورت كاتس سيفها على كيبورد شورت كاتس والمنيو كاستمايز والتول بيرس واقول له سيف هو كده سيف لي واجهه البرنامج دي بالاسم بتاعي اللي هو حرف الايه تمام طب انا عايز ارجع للاسنشال اللي هو الديفولت بتاع البرنامج ارجع للاسنشال ده مفيش تغيير طب ليه ما حصلش تغيير لان انا لما عملت التعديل على البالانس والتول بوكس والورك سبيس بتاعتي عملتها على الاسنشال ولكن انا سيفتها باسم بس الاسنشال لسه موجوده بالتعديل اللي انا عملته طب ارجع اعمل الاسنشال الديفولت بتاعها ازاي اللي بتاعت البرنامج في عندي الاسنشال ريسيت اسنشال ريسيت اسينشال باجي اعمل سيت اسينشال رجع لي للضبط بتاع البرنامج الديفولت الورك سبيس اللي هو بتاع الديفولت بتاع البرنامج كده انا عندي الانترفيس عرفنا ان هو مكون من منيو بار مجموعه من القوائم كل قائمه فيها بتحتوي على مجموعه من الاوامر وعندي الاوبشنز بار دي الشريط الخاص بالادوات من خلاله اقدر استخدم الادوات للبرنامج افضل استخدام ممكن عندي التولز اللي هي الادوات سواء كان السليكشن مولز او ايا كان الادوات كلها ده شريط خاص بيها وعندي البانلز اللي هي النوافذ اللي فيها اوبشنز موضوع عن كل موضوع من موضوعات من الفوتوشوب طيب في عندي برضو حاجة كمان في الانترفيس مش هتظهر إلا ما لازم يكون أبقى أكون فاتح اوريدي ملف طيب لو فتحت مثلا ملف أيا كانت الصورة نفسها أو الملف اللي أنا أفتحه مثلا ملف زي كده ده دوكيومنت طيب ايه اللي ظهر لي هنا بقى؟ هي دي بقى اللي ما كانتش موجوده في الانترفيس مع الشريط ده اسمه التابس بار، ايه التابس بار ده؟ وايه المعلومات الكلام اللي مكتوب إيه؟ التابس بار ده الاسم ده كله ده اسم الصوره بيبقى عليه اسم الصوره دوت جي بي جي ده الاكستنشن ده الامتداد بتاع الصوره لازم يكون موجود ات 100% دي درجه الزوم انا بعمل درجه زوم للصوره سواء كان 100% او اقل بص اختلفت يعني لو قللت في الزوم النسبه بقت بدل ما كانت 100 بقت 73 لو كبرت النسبه بقت 203 وهكذا يبقى الزوم بيختلف على حسب ما انا محدد نسبه الزوم بيكتب لي فوق طيب بين قوسين كاتب لي ار جي بي ايه ار جي بي ده ده الكالر مود ده نظام الالوان اللي انا بستخدمه في الصوره ات 8 8% ده اللي هو نظام القناه او الكالر ديبس طيب ازاي ابدا اتكلم في برنامج الفوتوشوب وابدا اشرح فيه في اول حاجه ان انا انشئ ملف ازاي ابدا انشئ ملف عندي من قائمة فايل زي ما قلنا دي قائمة من المنيو بار أول قائمة فيها بتتكلم عن نيو فايل أمر نيو أمر نيو من الأوامر المهمة اللي من خلالها أقدر أنشئ ملف جديد طب أضغط عليه كده لو ضغطت على أمر نيو ظهر لي صندوق حوار هنا صندوق بوكس اسمه نيو وفيه بعض التفاصيل البيانات طب نحب نعرف بقى إيه ده كله إيه النيم نبدأ اسم الملف اسم الملف اللي انا هبدا اعمل له انشاء من جديد اسمه ايه طيب ده هل ده معناه ان انا هحفظه لا مش هيتم حفظ الملف ده انا كده هعمل النيم للاسم نيم للملف ولكن لسه ما حفظتوش طيب الدوكيمنت تايب ده اللي هو نوع ومقاس الورق او نوع ومقاس الملف اللي انا هشتغل عليه ايا كان بقى الديفولت فوتوشوب سايز اللي هو المقاس الافتراضي او المساحه الافتراضيه للفوتوشوب اللي هو هتتعلق او اليو اس بيبر دي مقاسات من الورق ولو ضغطت عليها هيظهر لي في خانه اسمها السايز بتاكتيفا هلاقي فيها ثلاث مقاسات في الليتر وفي الليجل وفي التابلويد دي كلها مقاسات من اليو اس بيبر في عندي برضو International بيبر اللي هي المقاسات او الاوراق الورق والمقاسات بتاعته العالميه الانترناشونال طب لو اخترتها الاقي في ان السايز اكتيفلي ببيانات مختلفه ثانيه اللي هي ال4 والA6 f 5 والA3 دي كلها مقاسات لورق بس مقاسات انترناشنال معروف عالميا طيب انا مش هشتغل انترناشونال هشتغل على فوتو طب مين اللي بيشتغل على الفوتو دايما دي مقاسات للصور ودايما اكثر الناس اللي بيشتغلوا على الموضوع دوت هما اللي هم اصحاب الأستوديوهات اللي دايما بيشتغلوا على موضوع الصور بيعملوا مقاسات للصور في عندي برضو من الـ document تايب ممكن اختار الويب ده لو انا هشتغل على ويب ديزاين صفحه ويب وبالتالي هشتغل من الـ document تايب اختار على انها ويب وبالتالي بتتغير عندي الارت بورد سايز لكذا اختيار انا على حسب اختياراتي وعلى حسب المناسب لشغلي في برضو الموبايل اب ديزاين برضو الموبايل اب ديزاين ده اوبشن من الدوكيمنت تايب لو انا هشتغل على الصوره بتاعتي او التصميم بتاعي هيتم عرضه على شاشه الهاتف على الهواتف المحمول على الهواتف النقاله يبقى التصميم بتاعي لو انا هعرضه على التليفون او صوره هعرضها على التليفون يبقى لازم اشتغل من مقاسات الموبايل اب ديزاين وبيديني المقاسات بتاعتي متاحه طيب لو انا هشتغل على الفيلم او فيديو لو انا هشتغل في فيلم هعرض التصميم بتاعي او هعرض الصور بتاعي او هعرض الليارات بتاعتي الى شاشه عرض كبيره على هيئه فيديو يبقى بشتغل من الاختيار اللي هو الفيلم اند فيديو برده في عندي الكاستم لو انا هختار انا ضبط مخصص ليا خاص ليا مش موجود في الاوبشن ده طيب هاجي مثلا هلاقي بعد كده في الانترناشونال مثلا هلاقي في عندي الويتس اللي هو العرض والارتفاع هنا من الاخطاء الشائعة واللي موجودة للأسف في مع اغلب المصممين ان بيتقال ان في طول وعرض لا يا يعني جماعه ما مفيش حاجه اسمها طول وعرض انا عندي حاجه اسمها عرض وارتفاع حتى لما بشتغل 2 دي او 3 دي بشتغل بتلات اتجاهات اللي هو العرض والارتفاع والعمق ما عنديش حاجه اسمها طول للاسف انا عندي عرض وارتفاع ما عنديش طول ده خطا شائع جدا طيب العرض والارتفاع هنا بقى ايه المليمتر وايه البكسل وايه الانش؟ دي كلها وحدات قياس يعني البكسل اتكلمنا عنه قبل كده في الحلقه والانش اللي هي البوصه اللي هي تقريبا ما يبقى ما يعادل 2 سم ونص والسنتيمتر والمليمتر والبوينت والكولومز دي كلها وحدات قياس ولكن انا لو هتكلم عن اشهر وحدات القياس اللي دايما بستخدمها في تصميمي هي السنتيمتر والمليمتر والبكسل ودايما بستخدم البيكسل كوحدة قياس لو انا بشتغل على صفحة ويب بعمل ويب ديزاين اما لو بشتغل في صفحات تصميمات عادية هتتبع طباعة او عرض على شاشة الكمبيوتر او ايا كان بيتم بوحدة قياس سنتيمتر او المليمتر طيب. عندي برضو حاجة تانية اسمها 300 ريزوليوشن ايه الريزوليوشن ده احنا كلمنا قبل كده في درجة الريزوليوشن ان هي لازم تكون درجة نقاء الصورة عالية عشان ما يحصلش فيه يظهر البيكسلز بتاعه الصوره طيب امتى اشتغل ب 300 وامتى اشتغل ب 72 لان هنا في جدال في النقطه دي بالذات ريزولوشن 300 هي درجه نقاء الصوره او الكواليتي او الجوده بتاعه الصوره اشتغل بيها بدرجه 300 في حاله ان انا لو بشتغل في تصميمات هتبقى موجهه في للطباعه هتروح مرحله طباعه يتم طباعتها وخاصة إذا كانت مساحتها صغيرة يعني الأوراق الفلاير البروشور كاتالوج دي كلها بتبقى الريزوليوشن بتاعها في في الشغل وأنت بتنشئ ملف لازم تكون 300 طب إمتى أشتغل 72؟ بشتغل 72 في حالة لو أنا بعمل مثلا بانر آه, تصميمات وملفات مساحتها كبيرة وبالتالي أنا مش محتاج إن أنا أعلي درجة الريزوليوشن لل 300 لأن هي أصلا أوريدي مساحتها كبيرة فصعب إن يظهر فيها أي بيكسل طيب ايه برضه الوضع الثاني انا ممكن اشتغل بيه بريزوليوشن 72 وهو ان انا لو بشتغل ويب ديزاين لصفحات الويب بشتغل بريزوليوشن 72 يبقى انا كده بقدر افرق بين امتى اشتغل بريزوليوشن 72 وريزوليوشن 300 وريزوليوشن اللي هو درجه النقاء والجوده والكواليتي بتاعه التصميم بتاعي طيب في عندي آه ال 300 ايه بيكسل بر انش ولا بيكسل بر سنتي البكسل بر انش اللي هو عدد البكسلات اللي موجوده داخل 2 سم ونص اللي هو الانش بتبقى افضل لان انا لو دخلت اه واخترت البريزوليشن 300 داخل لكل بكسل داخل السنتيمتر يبقى انا كده بكبر الريزوليشن اكتر بدل ما هي 300 بفاجئ ان الريزوليشن بتاعي بقى 700 وشويه لا يبقى انا بختار الريزوليشن بتاعي 300 ولكن وحده الكاس بتاعته بكسل لكل انش اللي هي لكل اه البوصه آه طيب عندي في بعد كده الكلر مود، الكالر مود ده هو نظام الالوان. لازم افهم انا هشتغل عليه ايه، ايه اللي هبتدي فيه، التصميم بتاعي عباره عن ايه، هستخدمه في ايه عشان اقدر احدد نظام الالوان، لان لو انا هشتغل ويب ديزاين له كالر مود معين، لو انا هشتغل في تصميمات موجهه للطباعه لها كالر مود معين، ومراحل الطباعه كتير يعني لو هشتغل مثلا في حاجه اسمها تتبع اتنين لون اتنين لون ده هو لو ممكن استخدم فيه الاسود والابيض بس يبقى انا هستخدم كلر كلر مود معين لو انا هستخدم في طباعه نظام فصل الالوان الاربعه لون يبقى هشتغل بنظام كلر مود معين تاني طيب نتكلم عن كل نوع من الكلر مود اول حاجه بيقابلني فيها كلر مود لو فتحت على القايمه أول حاجة بيقام البيت ماب ايه البيت ماب؟ البيت ماب ده نظام لونين اللي بيتعامل مع الملف أو بيتعامل مع التصميم على مبدأ اتنين لون اللي هم اللي إيه؟ اللي هم الاسود والابيض ولكن الاسود هنا بيبقى 100% ما فيهوش تدرج لوني الاسود بيبقى هنا 100% والابيض 100% يعني لا يسمح باستخدامك في النظام دوت او الكلر مود دوت ان انت هتلاقي مثلا تدرج في الالوان الجري او الرمادي لا ده انت هتلاقي هنا معاك في النظام ده بيديك امكانيه انت تشتغل على اتنين لون فقط الاسود 100% والابيض 100% وده دايما بيستخدم في المطابع في الطباعه اللي هي اليدويه او السلك سكرين زي ما بيقولوا في النظام الثاني اللي هو الجري سكيل ده هنا ده اللي بيسمح لي بقى ده بيعوض لي عن اللي انا مش لاقيه في الميت باب وهو بيديني التدرج اللوني اللون بتاع الرمادي بيديني لون رمادي مع الاسود ومع الابيض يعني مش بيبقى اسود 100% او ابيض بس 100% لا بيديني ابيض ومعاه اسود وممكن الاسود يبقى في 100% في وممكن يبقى اقل وممكن يبقى تدرج رمادي معاهم. في الكالر مود اللي هو الار جي بي، الار جي بي ده هنا ده اللي بقدر من خلاله اشتغل آه في صفحات الويب لانه بيديني, بيديني هنا كونتراست اعلى في الالوان بيديني آه اضاءه اعلى في الالوان بيديني لمعه في الالوان اكتر آه ولكن ما ينفعش ان انا اشتغل بيه واطبع مش هينفع لان هو بيقرا التصميم بتاعك على ار جي بي نظام ثلاثه لون آه في عندي السي ام كي السي ام كي ده النظام الكالر مود السي ده مهم جدا اللي هو بيتكلم عن نظام الالوان فصل الالوان في الطباعه اللي سواء كان السي السيان الام ماجنتا الواي اللي هو الاصفر الكي اللي هو البلاك وخلط الالوان بينهم مع بعضهم هي ديت اللي بتعتمد على المصمم المحترف ان انا اقدر اخلق اي لون موجود عندي اجيبه من خلال خلط الاربعه لون دولت لان دولت اللي بيدخل على الطباعه بنظام فصل الوان يعني كل لون بيتبع على حده كل لون لوحده يعني مثلا انا عندي مثلا الازرق مع الاربع الوان دولت بجيبه ازاي الازرق اللي هو الازرق الزاهي الازرق دوت بجيبه من السيان بديله درجه 100% مع مثلا الاحمر الماجنتا بديله 100% بيظهر الازرق يبقى يعني انا دمجت لونين اتنين ظهر لي لون تالت طيب نفس الكلام برده الاحمر الاحمر اللي هو الزاهي اللي هو الاحمر المعروف دوت اجيبه ازاي اللي هو المرلبون مثلا الاحمر ده اجيبه ازاي بجيبه من لونين اللي هو زي الماجنتا 100% بديها درجه نسبه 100% وبدل الاصفر اللي له 100% بيديني الاحمر اللي مطلوب وهكذا طبعا مع تفاوت النسب بين بين الالوان بقدر احصل على اللون اللي انا عايزه سواء كان اخضر سواء كان اسود بس السي ام واي كي لازم اكون فاهم فيها ان انا كل لون بياخد نسبه ما ينفعش اسيب لون صفر لان لو سبت لون صفر يبقى هيتعوض في الالوان الثانيه يا اما انا مختار لون معين هي بيبقى فيها تكتيك فني لازم اكون فاهم درجات الالوان امتى امزج الدرجه من هنا مع اللون ده مع اللون دوت عشان اقدر لدرجه لون معينه انا عايزها ما تجيش عشوائي استحاله تيجي عشوائي ده لا في نظام الطباعه فصل الألوان لازم اكون محدد لكل درجه من الدرجات من الالوان ديت نسبه معينه هتختلط مع درجه مثلا السي اللي هو الازرق نسبه معينه مع الام الماجنتا هيطلع لي مع نسبه معينه هيظهر هي لي اللون اللي انا المطلوب في تصميم. آه ان شاء الله باذن الله هنكمل برضو امر نيو في الحلقه القادمه باذن الله